الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في مكتوب الكتاب الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بلغنا نبأ وفاة أخت جناب الدكتور السيد أبو غفران، وستقام الفاتحة على روحها الطاهرة هذا المساء إن شاء الله في الساعة ابتداء من الساعة 5 في المجلس الحسيني قريب من ستيبل كورنر. وإلى روحها وأرواح موتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وكريمة خفت لصوت جواده فإذا به ينعى الحسين جوادها فعدت إلى لمصرعه الفظيع وكفكفت عنه نصول أمية وصعادها ودعته والأحزان ملء فؤادها. لو أنها ملكت هناك فؤادها أحسين زودني بنبضك إنه رب الهموم الصمت منك وزادها. أحسين أختك لم يكن في روعها يوما تجاذبها العدا أبرادها. حاشاك ترضى أن نساق حواسرا ما بينها أسرى نطوف بلادها. ولقينا أضعاف المنايا في السبا تترى وقد لقي الورى أحادها. ودخلنا يثرب وادكرنا خروجها ومن الأمور مذكر أضدادها. فطفقنا تدعو تلك إخوتها وذي تدعو العميد وذي عمادها. من ذاكر أم البنين فإنها أي فقدت بيوم واحد أولى. يا دها لم تبكهم لما دريت ورثتهم لفظا وكان رث الحسين مرايا.
البنين النحت وحده حاد العيس قوم وياي وحده الحسين وخوت بهاي إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. الدين الذي هو عقيدة إلهية ينبثق منها نظام كامل شامل للحياة تحدث فيما تحدث عن العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية بصورة أخص، وعلى رأسها علاقة الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء. وهنا في هذه الآية الكريمة نجد الله سبحانه وتعالى يؤكد على توضيح حقوق للوالدين، قرنها في أكثر من موطن وموطن بحقه، وهي أن نتوجه إليه بالعبادة وأن نتوجه إليه بالشكر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حق من حقوق الوالدين الإحسان إليهما في حياتهما، ولا يعرف حق الوالدين إلا من يصبح والدا للرفة للتعاطف. نعم، الشريعة الإسلامية وضحت هذا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: وحق أبيك أن تعلم أنه أصلك ولولاه لم تكن، وحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحد. الآن يقول: فتشكروا على ذلك ولا تقتر عليه. فالإحسان إليهما، رعايتهما، التذلل لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والدعاء لهم. ترك لنا الإمام زين العابدين سلام الله عليه منظومة مفاهيم وتعاليم وحقوق وسميت بالحقوق على صيغة الدعاء اللي منها يدعو للوالدين: اللهم اجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رغدة الأسنان وأثلج لصدري من شربة الظمآن حتى أؤثر على هواهما وأقدم على رضاي رضاهما. أكيد إن شاء الله الأخوة قال لها مدارس نهاية الأسبوع، يا ليت أن يصار إلى فعلا أنه شرح حقوق الوالدين، حقوق المعلم من البداية الوالدين وهكذا حتى يتربى الطفل على هذه المصطلحات، على هذه المفاهيم، على هذه الضوابط ويشب عليها الطاعة للوالدين. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. حتى مع هذا التوجه والتجرؤ على الله، الله الله رب العالمين يعرف قدرهما ومكانتهما.
مقتول وصاحبهما معه. بل في آية أخرى: اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالشريعة الإسلامية بيّنت هذه الحقوق وبيّنت الثواب المترتب على هذه الطاعة للوالدين. الثواب كبير لا يعلمه إلا الله ورسوله وأهل البيت. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجم الثواب يقول: رغم أنفه، ثواب على طاعة الوالدين، رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخل الجنة. شوف الفرق بين الشريعة الإسلامية مفاهيمها وضوابطها والمفاهيم الوضعية. يعني المعتاد أنه إذا كبر يدخل في دور المسنين، بينما تكون هذه العلاقة تكبر وتتوطد أكثر عند الشيخوخة والكبر. وتغيير المزاج: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما. شوف يضرب مثل بالأدنى، فكيف بلا أعوذ بالله، يعني ما يصير يعني تتأفأف وتتضجر، يعني الحرمة أكثر إذا أعوذ بالله شتمت. ويصير هذا يصير مولا، ولا صار وصل حد إلى واحد يقتل أبوه. زين ما تنقلب الدنيا، صار هذا بالعراق، صار والله هذا صار، انتشر بالإعلام. شنو هاي المصيبة هذه؟ فإحنا أيضا هم يعني نخشى كما يعني في ثقافة عاشوراء وأبعادها وآثارها، أن نخشى أن نرمى بحجارة من السماء. التعدي على حرمات الله يدعو إلى تدخل الله سبحانه وتعالى. والله يتدخل، قد ينتقم من الأبناء. الله يذكرنا في قصة موسى والخضر، قصة مطولة كما في القرآن الكريم، كيف أن الله انتقم من ابن أحد يعني هسه المؤمنين. طبعا تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وإن هي شوي مفصلة تفصل هذا المعنى، استعرضها ولو باختصار: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أريت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال وما أنساني إلا الشيطان أن أذكر إلى أن قال ذلك ما كنا نبغي. هو هذا اللي يريد، ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على من لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ إلى أن بعدين يفسر لها من هذه، لما التفسير يوصل في هذا الموضوع شنو قصده، ليش يقتله، لما يفصل له يقول له: وأما السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر وأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الله كأنما يعني انتقم من هذا الابن العاق بهذه الطريقة. وقد ينتقم رب العالمين مو عن طريق الخبر، عن طريق سيارة تعمى، عن طريق مصيبة، عن طريق مرض، عن طريق كهرباء. الله يتدخل. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الابن العاق قد ينتقم منه، ينتقم من السماء، أو عكسه يعني رحمة بالوالدين والأب الصالح، هذه قصة الجدار. فالشاهد رب العالمين قد يتدخل وتدخل في الانتقام من الذين يعقون الآباء والأمهات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أيضا عقوبة العاقل الوالدين، يقول خمسة: لا تموت أبدانهم ولا تطفأ نيرانهم، رجل أشرك بالله ورجل عق والديه. اتفق، ورجل عق والديه، أعوذ بالله. فيحتاج نحتاج جميعا في مناهجنا أن نربي على هذه الطاعة، وأن نتصنع أمام أبنائنا. إذا واحد الله موفقه بوجود والدي أو أحدهما، أن يتصنع في تقبيل الأقدام، في تقبيل الأيادي، في السؤال، في الزيارة، لما في ذلك من ثواب، ولا نؤدي حقهما، على تعبير الإمام زي العابدين: هيهات ما يستوفيان مني حقهم. أحدهم يجي للرسول يقول له: يا رسول الله، إني ألي من أبوي ما كانا يليان مني في الصغر، فهل أديت حقهما؟ طبعا هاي منتهى البر، جزاه الله خير، إنسان من هذا القبيل، قمة البر، الوفاء، البر، الإحسان للوالد. إني ألي من أبوي ما كانا يليان مني في الصغر، فهل أديت حقهما؟ قال: لا. قال: ولم؟ ما حد يتوقع. قال: لأنهما كانا يليان ذلك منك، وهما يحبان بقائك، ينظران إلى مستقبلك. وأنت تلي منهما ذلك وتنتظر، فهنيئا لمن يوفق إلى فعلا أنه فرص تربية، بل أنه يتقرب إلى الله للدخول إلى رحمتي عن طريق خدمة الوالدين ورعاية الوالدين والإحسان إلى الوالدين والإنفاق على الوالدين وإن لم يحتاجا. هو الأصل الوالد ينفق، لكن لما يكبر هذا والهدية هالزيارة هذه تدخل السرور الفرحة. ثم الالتزام بضوابطنا الدينية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض تذلل. مهما كنت سلطان متجبر قوة منصب، واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا نبي الله إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تعالي الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ثم الدعاء لهما بالإضافة إلى هذه الرعاية، الدعاء قضاء عما فات. من حق الأب على ابنه خاصة الكبير أن يقضي عنه عما ما فات، مثلا قضاء عما فات من صلاة، من صوم، من حج إن استطاع إليه سبيلا، وهكذا. وليس هذا الأمر يقول يعني في الحياة الدنيا أيضا بعد رحيلهما يبقى الحق هذا موجود، على حد تعبير الإمام الصادق يقول: ما يمنع الرجل منكم أن يبر بوالديه حيين أو ميتين، يصلي عنهما، يصوم عنهما،
يحج عنهما. شيء جيد تصلي وتصلي أخرى. يقول لك بابا شنو هاي الصلاة؟ شنو هاي جديدة؟ يقول لا أصلي عن والدي. صلي عن والدي، عن والدتي. هذا أيضا درس. الدعاء لهما. ما يمنع الرجل منكم أن يبر بوالديه حيين أو ميتين، يصلي عنهما، يصوم عنهما، يحج عنهما، فلهما ذلك وله مثله. أيضا هو يحصل على الثواب المرجو من هذا العمل. كذلك إنها محل رحمة الله سبحانه وتعالى. الدنيا بخير تقول لما تشوف أسر منسجمة مبنية على الاحترام، العلاقات، الزيارات، التواصل الاجتماعي وهكذا. الله سبحانه وتعالى أراد منا ذلك لأنه يعرف مكانة الوالدين ودورهما في تربيتي ونشأتي وإيجادي هذه الذرية التي أريد لها أن يتباهى. شفت الأنبياء يتباهون بذراريهم، وكل إنسان، كل إنسان. هذا نوح عليه السلام ابن فد واحد مشاكس بتعبيره، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل، يخاطب رب ربي إن ابني من أهلي وإن وعد. إنه ليس نبي يدعو الله إلى. فالإنسان امتدادة بذريته، فهذه اللي من يوفق فعلا في إيجاد ذرية تحمل هذا الاسم وهذه التعاليم وهذه التقاليد الحسينية، وبالتالي تدعو إلى الطاعة والالتزام. يعني من أحداث كربلاء أن علي الأكبر سلام الله عليه لما سمع أباه الإمام الحسين يسترجع، قال أبا مما تسترجع؟ قال لقد خفقت برأسي خفقة وعن لي فارس وهو يقول المنايا تسير، القوم يسيرون والمنايا تسيرون. أبا ولسنا على الحق؟ قال بلى والذي لي. قال إذن لا نبالي أن نموت محقق. طاعة. وهو أول شاب ضحى بين يدي أبي عبد الله الحسين من بني هاشم في يوم عاشوراء. الشاهد كل هذا الأمر ما يريده الله سبحانه وتعالى منا ردا للجميل، ولا نستطيع أن نرد جميل الوالدين. أي حنان، حنان الأب، حنان الأم. أحدهم يصور حنان الأم بقصيدة وبأبيات، يقول أغرم امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجوار والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المضرج إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك؟ قل سعد الله قلب أم البنين، وصلت الأخبار بمقتل أبنائها، وسموا لمكانة هذه المرأة وإيمان إيمانها العالي. ما كانت فعلا أنه لتتألم كتألمها للإمام الحسين. نعم الوالدة بعد يعني حنانها لا يضاهي حنان، لكنه وفاء للزهراء، وفاء للإمام الحسين لأمير المؤمنين. الرواية تقول لما رجع ركب السبايا ووصلوا إلى مشارف المدينة، نظر الإمام زين العابدين إلى بشر، قال له رحم الله أباك يا بشر إنه كان شاعرا، فهل تقدر على شيء؟ قال نعم وإني لشاعر. قال إذن أدخل المدينة وانعى أبا عبد الله. يقول دخلت المدينة فلما وصلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعبرت وأنشأت أقول يا أهل يثرب له، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها
قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة شار يقول بين أنا كذلك وإذا بامرأة وقور جاءت من بين الزحام ازدحم الناس علي أخذ ازداد الصراخ والعويل البكاء بين أنا كذلك وإذا بامرأة وقور كان على كتفها طفل جاءت تسأل أين الناعي ريحانة رسول الله يقول لما رأيت ما بها وهي تسأل سألت عنها من تكون هذه قيل لي هذه أم البنين أم العباس يقول لما رأيت ما بها أخذت أخبرها عن أولادها بالتدريج لعلي أخفف وطأة الخبر عليها قالت يا هذا أخبرني عن الحسين هو حي أم لا قلت لها عظم الله لك الأجر بولدك جعفر هذا أخبرني عن الحسين هو حي أم لا هل لا سمعتني سألتك عن جعفر عن عبد الله يقول فلما أخبرتها بخبر بمقتل أبي الفضل العباس هوت إلى الأرض وسقط الطفل من على كتفها وهي تقول ويحك يا هذا لقد قطعت نياط قلبي أخبرني عن الحسين هو حي أم لا قلت لها عظم الله لك لما سمعت ذلك قامت مهرولة باكية قلها يا سائلة يلي تنشدي إن كان تردين الخبر زين قعدي وهلي دمعة العين أين إلك أربعة بطاية بقصى المدينة أم البنين الصيح بالويل وتندب يا أبو فاضل يا صندد الرياجي يقولون يا بني بالويل شقيت الصفوف ودارت عليك القوم زان وسيوف وقعت يم المشرعة مقطوع الجفوف ومفضوخ راسك بالعمد ودمومك تسيب يقولون راسك يوم حط بحجرة حسين للقاع ذبيته يا عقل ويا ضي العين تمنيت مثلك يا الولد ينذبح سبعين ولا كان صدر ابن البتول الدوسه الخير يقولون يا ابني ضيعين زينب والعيال والله الحسافة الجان زينب طبت الشام من غير والي والولي مقيد بزنجي أشبال أربعة والناس بيهم يحسدوني وكل الخلق يم البنين يخاطبوني وشبان كل
لهم فرد ساعة فاردوني وظلوا بعرصة كربلاء من غير تغسيل. يمهم يمهم على الأولى هتزيد النوم. يمهم فرد ساعة الدهر بالطبق. يمهم أحب أقعد وجاور كون. يمهم أجاورهم لما تدني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واقتل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ علماءنا الربانيين سماح شيخنا الأجل القاسم عيسى. اللهم من عليه بالصحة والعافية. المؤسسون لهذا المأتم الشريف الأخوة الحضور، اللهم تقبل أعمالنا بأحسن القبول. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. جاه مريض كربلاء زين العابدين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإلى أرواح موتاكم موتى المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص إلى أرواح موتى مؤسس هذا المكتب الشريف رحمتكم جميعا. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامة العلماء وسلامة سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يمهم ضحايا أربعة كبرين. يمهم أبو السجاد على التربان. يمهم